يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل البرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ويسود ليلا طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وبشأن الظواهر الجوية، يتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات: القاهرة 20/9، الإسكندرية 17/11، مطروح 17/11، بورسعيد 18/11، الإسماعيلية 20/9، السويس 20/9، العريش 18/11، طابة 20/14، شرم الشيخ 23/15، الغردقة 23/13، الأقصر 25/8، أسوان 26/10، الوادي الجديد 24/8، شلاتين 26/12، حلايب 22/12. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.